شهد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بدء موسم حصاد القمح بالفيوم لعام 2022، وقد أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وتيسير عملية توريد الأقماح بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة. الحمد لله احنا السنة دي مستهدفاتنا مرتفعة، مساحة الأرض المزروعة أكتر من السنة اللي فاتت بتقريبا 10%، وشايفين احنا النهاردة في أحد الحقول وكان في كلام مع القائمين على هذه الأرض، شايفين قد إيه الناس يعني جادة في الزراعة وجادة في الحصاد وجادة كمان في التوريد. الكلام ده بنبقهم واحنا بنتكلم معاهم بصورة مباشرة. خلال الأيام الماضية كان في بدأت عمليات التوريد لصومعة طامية، ومتوقع خلال الأيام القادمة تبتدي صومعة إطسة تبتدي تشتغل، اتباعا متوقع أن الأسابيع القادمة هيبقى معدل الحصاد أسرع، وفي رقابة شديدة جدا بتقوم بها كل أجهزة المحافظة.